كنبقاو مسلمين وكنبقاو خوت في الاسلام. راه يدير حنا ملي دار حتى لجوج حوايج الله يستر، السبيطار والحبس ما تبغيهمش العدوك، اقسم لك يمينا. كنهضروا كنذاكروا حتى النقطه الحروف، وكل واحد كيقول اللي عنده، والله يدير تاويل الخير لينا وليهم. الله سبحانه وتعالى كيدير غير اللي فيها الخير. قال لي عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. دابا رضا كون لقاني في خميسات وجا عندي وكلا، بنادم ما يبقاش يحكم على الناس، هانتوما تشوفوا بعينيكم. جا عندي تا الخميسات ما لقانيش، ما فيها لا ان ولا حتى. قال لك الكويده ديالي ملي كتشبع الراس ملي كتشبع الكرش كتقول للراس هنيك. اهلا الكويدات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ صحتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ كلشي هاني؟ نتمنى الكويدات تكونوا في ظروف جيده وفي صحه جيده وفي احوال جيده ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما العاده وكما معروف على حريوده في المجلس بعد البريردات ديال اتاي يكونوا مشحرين على حقهم وطريقهم. نشربوا هاد الكويز ديال اتاي كشكاش الكويدات. كويضة لاباس الله يحفظك الله يكبر. الله مسوسة الكويضات الصراحة الله، راه لا اله الا الله محمد رسول الله. اتي مسوس مي غنعادل معاه مع الحلويات ومع داك التوشيات باش ما يجينيش. شكرا. واه الله يحفظك الكبيده اللي يخطيك. كبيدات ثلاثة التفاصل هانتوما يا الكبيدات، الحلاوة الحلاوة الحلاوة. ولكن اخوتي هانتوما الكبيدات قبل ما ناكل هادي انا كنعطيها لكم، اجيو تاكلوا معايا بالصحة والراحة يا الفريزات ديالي. ايه واش غنقول لكم، خليوني الكويدات نشرب هاد الكويز هاد الحلويات. ها شنيك ها الحلوى ها القرص ياك، وديك الساعه ندخلوا في موضوع الكويدات ونهضروا شي شويه. كنموت فيكم كويدات ديالي. اهلا، شوف 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 طوموط جيري ها ولد الشينويه ها حريوده قالك الكويدات ديالي ملي كتشبع الراس ملي كتشبع الكرش كتقول للراس غني. ضربت لكم الكويدات نتوما مالي الخير، هذيك البريريد نشفتو ودوك الكيكات صراحه حلوين مع اتاي مسوس. يلاه جاو هما هادوك. ايوا الكويدات ديالي كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحتكم مزيان؟ كلشي بخير؟ اش كتعاودوا؟ والله الا توحشتكم وحق الله. اول حاجه نهضروا بعدا فواحد الموضوع على رضا، واتصلت به وقلت له كي بقيتي وداكشي لحقاش حنا مغاربه دم الحمد لله دم الاسلام، وخوكم مسلم واخا يدير في كل دار ملي كتكون شي حاجه الله يستر اما سبيطار اما حبس اما شي حاجه بحال هكا راه ما تبغيهاش لخوك، واخا ما نعرف اش يدير فيك ما تبغيش ليه زعما الضرر. ايوا واتصلت برضا قلت له كي بقيتي راه في الفلوغ بانك جاك تسمم من الماكله وهادي وهادي وهادي. عاد مسكين بقى كيعاود ليا قال لي اختي ايمان راه كليت وجاني تسمم ومن بعد ما جيت عندك وهادي وهادي. راه دوز في الكلينيك يومين وانا في الكلينيك وداروا ليا السيروم ودقوا ليا لي باري وهادي وهادي. منين داروا منين دار التحاليل قال لي شنو؟ قالوا ليه التسمم. ودابا خوتي شوف الله سبحانه وتعالى كيدير غير اللي فيها الخير. قال لي عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. دابا رضا كون لقاني في خميسات وجا عندي وكلا، وكما قالوا في لي كومونتير عنده قالوا لي حريوده على سلامتك حتى نجاك الله وما لقاكش رضا. قال لي كل لقاك وكلا عندك راه غيقول التسمم بان انت اللي درتي لي هذاك التسمم، اقسم لك يمينا الا قالوها في لي كومونتير على الجهد عنده. قالوا لي حريوده على سلامتك قالوا لي حتى ما لقاكش الحمد لله. قال لي على سلامتك حتى ما لقاكش رضا.
ودابا بيني وبينكم اخوتي غير باش تعرفوا بعدا الاقدار، وباش تعرفوا البطل الله يسر الله يبعدنا ويبعدو عليكم. دابا رضا كون جا عندي وحطيت ليه شي حاجه وكلا وداكشي وجا تسمم، ما غيقولش ما غيظنش بان هذاك المطعم اللي كلا فيه هو اللي طرا فيه هذاك الشيء، كما قال لي هو في التليفون او دائما قال لي الريستوران اللي كليت فيها قال لي زوينه، قال لي ومعروفه وكلاس، اقسم لك يمينا قال لي لك كلاس، قال لي ما تنويش فيها ابدا. ايوا دابا خوتي بيني وبينكم والله العلي العظيم الا ربي كيدير تاوي الخير، وكون جا عندي انا وشربت شي كويس اتاي ولا القهوه وحطيت لي انايا داك الشيء اش غيقول؟ غيقول حريوده اللي دارت لي التسمم. هادي غير باش نعطيكم كعبره وباش بنادم ما يبقاش يحكم على الناس. ها نتوما تشوفوا بعينيكم، جا عندي تا الخميسات ما لقانيش ياك، كان كلا في المطعم في العشيه جا التسمم طاح كريز، جا التسمم منين مشى دار تحاليل قال لي تسمم د الاكل. واش غنقول لكم اخوتي؟ الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير، والحمد لله هذا فضل من عند الله حتى ما لقانيش في محالي صراحه هي هذه والله الا. اما الله يسر كون وقع لي هذاك الشيء كون وقع لي شنو غيقول؟ راه غيقول عندي انا راه تسمم، غيقول له فين كليتي؟ كليت عند ايمان. اش كليتي؟ عاد غيديروا التحاليل الاكل اللي كلا، هذاك الشيء اللي كلا وهذاك الشيء اللي كلا وهذاك الشيء اللي كلا. زعما خوتي شنقول لكم؟ الله يكتب علينا مكاتب الخير وحق الله العلي العظيم. وانا ما بغيناش ليه هذاك الشيء الصراحه، ما بغيناش حتى شي واحد ما نبغيو ليه الاذيه في صحته. كنبقاو مسلمين وكنبقاو خوت في الاسلام، راه يدير لك بنادم اللي دار حتى لجوج حوايج الله يستر، السبيطار والحبس ما تبغيهمش لعدوك اقسم لك يمينا، كيبقى فيك وصافي. ايوا منين عيطت عليه وعاد بقى تيقول لي وداك الشيء، قلت ليه راه دابا ندوزو عندك، حنا في كازا ساكنين في بورغون، كرينا انا ذكرت واحد الشقه ياك. ايوا صافي ومجموعين مع واحد العائله راه في الناس راه كيعرفوها. ايوا ومع العشيه من العشيه للعشيه صافي حنا كنهبطوا بحالنا هما كيبقاو في دورهم، عاوتاني الا هبطوا عندنا هما مع العشيه ثاني كيطلعوا فحالهم مجموعين. وكان نهضروا وكنتذكروا كنحطوا النقط على الحروف وكل واحد كيقول لي اللي عنده. ايوا والله يدير تاوي الخير لينا وليهم ولجميع امه محمد. وتنقول لك رضا الله يشافيك ورد بالك ما تبقاش تاكل في الزنقه بزاف، ورغم انا كناكل في الزنقه بزاف وحق الله العظيم وربي كينجيني، حتى انا كناكل في الزنقه بزاف. راه شتوني انايا من الشمال، ها الرينك وهاكا السيخ وها طنجه، ها سميت هذا مارتيل، ها كابونيغرو، ها اصيله، ها مولي بوسلام، هذا الشيء كله دوزتو في 24 يوم فهمتوا. راه شتو معايا الكبيدات الاجواء وشتو معايا نساريه شويه كيقول واحد المثل اللي ما تساري رضا راه غيتنوى فيا الصراحه الله، غيقول لا انت هي اللي درتي ليا هاد التسمم على ود كنت كنعايرك وكنت كندير لك وكندير لك، رغم ان المعيور ديالو صراحه الله انا راه ما دخل ليا من هنا ما خرج ليا من هنا، راكم شفتوا كلشي شفتوا بعينكم، كان كيعايرني وكان كيسبني وداك الشيء. انا كنعطيه غير العصير بالبارد، كنشرب عليه جيو دورونج ولا نشرب عليه شي كويس داتاي كيحيد العطش وصافي. اما حنا ما نقدروا نادي وحد ما نقدروا حتى شي حاجه. وتا الناس دابا كان جا تسمم وكان عندي عاوتاني تا الناس يقولوا لي حريوده انت اللي درتي لي تسمم، انت اللي ما مزيانش. غير نعطيكم كبيده وجهه نظر، انتم كتشوفوا كلشي بعويناتكم، بنادم ما يحكمش على حتى شي حاجه والله العلي العظيم. ايوا والله يرزقنا الصحه والسلامه، وتنقول الرضا الله يشافيك الكبيده والله يسهل عليك ويسهل على كل واحد. وفي واحد الكومونتير قالوا لي حريده علاش ياك تفرقتي مع رضا علاش كتقولي ليه الكبيده؟ على فكره شتي الكبيده انا من نهار بديت في اليوتيوب بديت كنقولها والله العظيم دابا عام ونص، انا ديك الكبيده لصقت فيا بحال كنقول ليه خويا، بحال كبيده كنقول لك انت اختي، هذا الشيء اللي كاين. انا كبيده راه ما كنقصد بها حتى حاجه، كنقصد بها اخ واخت، اقسم لك يمينا باش ما يمشي حتى شي واحد فكرو بعيد منين نقول ليه حتى في الزنقه الى لقوني الناس وداكشي. انا ديك الكبيده لصقت فيا بحال كنقول ليه خويا، بحال كبيده كنقول لك انت اختي،
هذا الشيء اللي كاين. انا كبيضه راه ما كنقصد بها حتى حاجه، كنقصد بها اخ واخت، اقسم لك يمينا باش ما يمشي حتى شي واحد فكرو بعيد مني نقول ليه حتى في الزنقه الى لقوني الناس وداكشي بالنسبه للدراري وكيتصوروا معايا كنقول ليه شكرا كبيده وهذه ودي. انا الا قلت لك شكرا كبيده ولا قلت لك بالنسبه للدري ولا بالنسبه للبنت قسما بالله العظيم ملي كنقول لك شكرا كبيده كنقول لك كنقصد شكرا اختي شكرا اخويا صافي لا ان ولا حتى. وخوتي على رقبتي في التليفون ملي كنهضر معاهم اه كبيده كي دايره بس صافي. هذه كبيده مده عام وانا كنقولها فمي صافي مشات ليا في الدم كاني كنقول خويا واختي ما فيها لا ان ولا حتى. ما حين قالوا لي شي بعضهم في كومونتير حريوده راه تفارقتي مع حشومه تقولي ليه كبيده اختي، راه انت براسك نقول لك كبيده، خوك نقول ليه كبيده، خويا نقول ليه كبيده، اختي نقول ليها كبيده، راجل اختي نقول ليه كبيده، يعني عادي كانك نقول ليهم خويا اختي. ايوا هادشي اللي كاين الكبيدات ديالي وتنحمق عليكم وتنموت عليكم وتنقول لكم شكرا لكم التعاليق ديالكم الزوينه والحلوه وكلشي وتنقول وكنشكر واحد السيده سميتها خالتي فاطمه كنشكرك من هنا بزاف بزاف بزاف. تلاقيتها عند مول الذهب في القيصريه ولقيتها من لي فان ديالي وكتحمق على وليداتها زيات زيان ولا زيات بحال هكا. تنقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف اختي، راه ما عقلتش واخا الله العظيم ما عقلتش على سمي ما عقلتش على السميه وتا الوريقه والله العظيم ما عرفتش فين مشات ليا قسما بالله العظيم. وتنحماق عليكم وتنقول لكم شكرا لكم بزاف 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 وشكرا على التعاليق الزوينه ديالكم. وتتقول لكم حريوده الهضره كتخرج من القلب وكتجي لكم من القلب نيشان. وتنقول كاع الناس اللي كدعمني والناس اللي كتبغيني كنقول لهم سيروا الله يسهل عليكم والله يحفظكم من شر الخلق واللي بغى شي حاجه الله يسهل عليه فيها. شكرا لكم. شوفوا شوفوا ها حريوده ها فرس النهر نموت فيكم. تحياتي ليكم من كازا، انا حاليا دابا في كازا كنحماق عليكم وتنموت عليكم.